نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الفضلاء، حديثنا هذه الليلة سنتدارس من خلاله صفة من صفات الباري جل وعلا، لنزداد معرفة بالله وإيمانا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يبارك فيما نقول من كلام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. واختيار هذه الصفة، اختيار هذه الصفة يعني كان له سبب أو كانت له قصة، وهذه الصفة هي الضحك، ضحك الرب جل وعلا. عليكم السلام. فالضحك كما هو معلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الرحمن، دلت عليها النصوص من السنة الصحيحة. فنريد أن نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصفة، وأن نقرأ بعض الأحاديث التي وردت فيها صفة الضحك لله عز وجل. لكن لماذا هذه الصفة؟ هذه الصفة يعني اخترتها بسبب مرور هذا الأسبوع على حديث عظيم في الصحيح، حديث في بيان فضل السجود، في بيان فضل السجود. فاستوقفتني هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فقلت مع نفسي لماذا لا ندرس هذه الصفة ونتعرف إلى ربنا عز وجل من خلال ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة الضحك ثابتة في الأحاديث الصحيحة. من بين هذه الأحاديث، ولن نخوض في المسائل، يعني مسائل فرعية وهي مهمة ذكرها العلماء
ذكرها العلماء يعني في بيان من خالف هذه العقيدة ممن ينسب إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، إنهم النفاء هذه الصفة عن الله رغم ثبوتها في الأحاديث الصحيحة، ومنهم من أولها بالثواب أو القبول أو غير ذلك. وهو سبحانه وتعالى يضحك متى شاء وكيف شاء، نؤمن بذلك ونصدقه ولا ندري كيفيته، ولسنا مطالبين بأن ندري، نحن لا ندري الكيفية ولسنا مطالبين، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نبحث عن الكيفية، فقط نؤمن بهذه الصفة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعامل معها كما نتعامل مع باقي الصفات، نؤمن بها ونسلم في الكيفية. وقد ثبت في ذلك أخبار صحاح، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يدخلان الجنة. قضية السلام، واحد اقتل الآخر دخل الجنة، جوج يدخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث شرحه العلماء وفسر بأن أحدهما كافر يقتل المسلم، المسلم كان يجاهد في سبيل الله والكافر قاتله، فالمسلم الذي قتل أولا شهيد، والشهيد في الجنة، ثم أسلم الكافر، والإسلام يجب ما قبله، أسلم الكافر فاستشهد أيضا فدخل الجنة تماما. فهذا هذان الرجلان يضحك الله إليهما، والحديث رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث إثبات لصفة الضحك بوضوح لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يضحك بلسان عربي، يعني أقصد الصفة واضحة، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين واضح، يضحك يضحك، كيف يضحك؟ الله أعلم. إذن هذا القاتل أولا كان على الكفر، فرق بين أن يقتل المسلم مسلما متعمدا، فهذا يعني هذا أمر خطير، هذا أمر خطير في وقت إسلامه، هذه مسألة. أما هنا فالأول الذي استشهد كان مسلما، والثاني كل العلماء أنه كان كافرا، وبعد ذلك أسلم وتاب الله عز وجل عليه فاستشهد، وأيضا فدخل الجنة معا، هو تكليف لغاية تقرأ في الجنة سبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث الثاني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
أصابني الجلد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهما عندهن شيئا صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني يبين لنا الهم الذي يحمله النبي عليه الصلاة والسلام، مسؤولية كبيرة جدا وأمانة عظيمة يحمل هم كل الأمة. يعني جاء في الأمة السلشبين مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك من هذه الدنيا إلا ما علمتم. أرسل إلى نسائه، مش كاين شي حاجة في البيت، ما كاين والو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء. ليه؟ هذا يبين لنا كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ابتلي في بداية الأمر هو أصحابه بالفقر والشدة، لكن مع هذا كله كانوا عبيدا لله، بل كانوا في القمة للعبودية. الجوع كاين، لكن هذا امتحان، ابتلى، ابتلنا الله عز وجل بهذا الرجل، يعني أتعبه السفر والجوع، يعني شوف عابر سبيل مش مني جاي منهك، صار الإنسان قال وشكى أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ شكون شي واحد يضيف هذا الرجل فيفوز برحمة الله تبارك وتعالى. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. يعني هذا اللي نظر أنا مازال ما عرف الدار أنه شنو كاين فيها، واش كاين ميت كان ولا دايرين شي غدا ولا ما دايرينوش، كيما الحال عندنا في كل إنسان أحيانا ما عرفش واش كاين، لكن يبتلى بالضيف، الضيف ابتلاء، نحب الأضياف لكن لا ننسى أن الضيف ابتلاء، امتحان من الله، امتحان لأي أمر، لإيمانك، قضية إيمان، ليس قضية يعني شرف أو قضية يعني ذكر الناس لك، ليست هذه القضية. الصحابة كانوا ينظرون إلى هذه المسألة من جانب الإيمان، هكذا ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن مسألة عندها علاقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. إذا أنت تنوض وتقعد كذا نقولوا وتدير المجهود ديالك وترقب شيئا واحدا بقلبك، تنظر بقلبك إلى الرحمن على عرشه استوى وتعلم أنه ينظر ماذا تفعل. أي شو أنت بغيت تقول لله سبحانه وتعالى ماذا تصنع؟ فإذا من ابتلي بالضيف فعليه أن يستعين بالله بالدعاء، أن يستعين بالله وأن لا يحزن إذا جاءه الضيف في وقت غير مناسب،
انت ما يعني ما دعوتهم، مش انت اللي طلبت يجي وقلت تضيفوا ولا كذا، بل جاء لوحده. وما كنت تنتظر هذا الامر، فلا تحزن واعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسله اليك، وان استعنت به سيعينك، والله شاكر وعليم، يقبل منك اليسير، لكن بشرط يكون القصد ديالك انك بغيت ترضيه. يقبل منك اليسير ويهديك الى ما يرضي، ولو بنفقة يسيرة، يهديك الى ما يحبه من طيب الكلام والابتسامة في الوجه. يعني هذه الامور تصنع من القليل الشيء الكثير، ولا غير المسائل اللي هي تأتي تكون بتوفيق من الله. وخذ نفق في هذاك يعني الضيافة ما أدري من المال، لكن ما وفقت في هذا الجانب سبحان الله ما كيسوء كيبقى في بالك. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، كما قلنا الله سبحانه وتعالى شكور يقبل من العمل أن يزيد ما تيسر، لا يكلفك ما لا تستطيع. الله سبحانه وتعالى لا يكلفك ما ليس بطاقتك. المسلم إذا جاءه الضيف افرح، قضية فيها زيادة في الإيمان، فيها غفران للذنوب، فيها فهو آت برزقه لا محالة، أليس كذلك؟ أنت تؤمن أن يعني ما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها، وتفرح إن كنت سببا في إشباع وإطعام أحد المسلمين. فهذا الأمر ينبغي أن يتفطن إليه الناس، وأن يعلموا قدر الضيف عند الله، يعلموا قدر الضيف عند الله، وكل تعامله بحسبه، لكن الكل سواء عندك في العطاء وفي البذل وفي. قد يأتيك ضيف ثقيل، قد يأتيك ضيف ثقيل وفي وقت غير ملائم، في زحمة من يعني في الوقت عندك، لكن أنت تقدم ما تستطيع لتري الله سبحانه وتعالى منك ما يفرح به. الله سبحانه وتعالى يفرح إذا بذلت الجهد في إدخال السرور على هذا الضيف، وتستعين بالله عز وجل على هذا، وصدرك منشرح حتى يبادر، حتى يغادر. وإن كنت مريضا، وإن كنت مشغولا، وإن كنت اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يمتحن وينظر ماذا تصنع. وفي الضيافة أجر كبير، أجر كبير. لمن احتسب، لمن راقب الله عز وجل في هذا. أما أكثر الناس لا يقبون، فقط هي مسألة مداينة حصلين ها كرموا كرم الضيف. واحد المرة يمشي عنده أنا بشي ولا راه تمشي عنده كيكرمني مزيان خصني أنا نكرمو كي تكرمني هو ولا أكثر. وفينا الأمر هذا غايب، من ينظر يعني إلى نظر الرحمن له في هذه المسألة. إذا هكذا تربى الصحابة، هكذا تربى الصحابة،
وكان هذا الرجل من الأنصار الذي ما علم اسمه في هذه القصة سباقا. الأنصار عرفوا بهذا، ما بغيت نتوت اسم واحد حتى شي واحد. فملي طرح النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال قال أنا يا رسول الله، كما غتسمعوا مازال ما عرف هو اش عنده في البيت. فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله لا تدخليه شيئا. وكذا المسلم تدخل عنده كيسمعوا تيقول لهم ولا الدار ولا الأم ديالو ولا كذا، يلا راه فلان كاين هنا جيبي هذاك الأزميت وكذا وهذه وهذه وهذه، جيبي كاع داكشي اللي في الثلاجة جيبي كذا وجيبي هذه وجيبي هذه. نعم وراه غادي يقول لي داكشي اللي مقسم لله سبحانه وتعالى اللي بقى غادي تردو عندك. هذا يفرح الضيف، وإدخال السرور على الضيف يحبه الله سبحانه وتعالى. فقط هذه العبارات تجعل هذا الضيف في غاية السعادة، يعني هذه الكلمة ولو أنك أنت في الخير غادي تجيبني زويدة وزويدة وكذا شنو اللي كاين؟ جيبي كاع هذاك الشيء اللي كاين عندك شنو اللي كاين؟ ها مسيلات ياسيرة. لكن الكلمة اللي قلتي أنت داك الشيء اللي كيبان عنده ما عرفتش كيفاش. الكلمة الطيبة لها أثر عظيم، والابتسامة أيضا ما يعبس الانسان في وجه الضيف، واخا داك الشيء اللي عنده كله غادي تجمعوه في هذاك الميت واحد الميت وتحطو جانبا، وتعرف بان الله سبحانه وتعالى قال لك يطوي هذاك الميت اللي كنت هاز او ما كنت فات، فعندك عبوديه من نوع اخر في هذا الوقت. فالعبد لله حقا دائما يسال وينظر ما هي عبودية الوقت؟ الوقت اللي أنا فيه ظاهر الآن ما هي عبوديته؟ وهذا هو العبد لله حقا على مراد الله منه لا على مراده هو من الله. هذا هو المفهوم الشامل للعبودية. شوف كل وقت أشنو هو باغي منك، ماشي أشنو أنت كنت مقرر واش اللي أنت باغي في ذات الوقت. إذا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى سنستمر في الدرس، ونحن في عبادة الآن سنصلي هنا في دار القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى من الآن فصاعدا، يعني البرنامج ديال السبتين قرن صلي ولا شاف في دار القرآن كان يعني مرتبط كل عنده شيء أمر مدرسة المسجد أراده أو ذلك. المهم إحنا نصلي بإذن الله عز وجل جماعة في دار القرآن، وغادي نبنو كذلك في دار القرآن ونحكيو الأذان كما هي السنة، وسنكمل الدرس. وهذا ما تعنيش أن اللي بيحكي الأذان ما يحكيش. فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله لا تتخذيه شيئا. فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، وأقسمت الزوج والله ما عندي إلا إيش يعني راه هذاك الشيء اللي موجدة اللي طيب ولا هو أصلا اللي كاين في الدار، يعني ماشي راه هادشي اللي طيبت وما بقى ما لكو كان شي حاجه اخرى راه ينوض ويصوبها في هذاك الوقت. لكن والله ما عندي في البيت. سبحان الله كيفاش كانوا عايشين هنا، يعني امسيه كيروح عليك النهار عندك فيها فقط ما تاكل هذيك انت ولادك هذيك الليله فقط، ما يصبح عندك والو، والصباح كتصبح متوكل على الله غتقلب تاني تشوف ماذا أعد الله عز وجل لك من الرزق. لا إله إلا الله. إذا ما
إلا ما عرفوش التوكل الحقيقي هاد الناس شكون اللي غادي يعرفو؟ غير يعرفوا اللي عندو البيت تاع الخزين في الماكلة ديال الشهر، غير يعرفوا اللي المنظر يعني طالعة طالعة المنظر داخلي الفلوس داخلي والخضرة ديما في السويقة ها والرصيد في البنك في المصرف ها محطوط وحس واحد الأمان تام عمرو تيخاف منه، ومع ذلك كاين فيهم اللي تيخاف من نقصان رزقه أو فواته. هاد الناس عاشوا حقيقة التوكل ولذة التوكل على الله. أتظنون واش كانوا حاملين الهم ملي كانت عندهم هاد الحالة؟ بمعنى ملي ما عندهمش هو ومرتو، دابا الآن راه المرأة عندك إلا كاين فقط داكشي اللي غتاكله في هذيك الليلة وانت ودني كنطيح عليك بالافكار والكلام وكذا وخصنا نديرو خصنا هذا كيفاش حنا غنبقاو ما عندناش هذا القلب ليك الواقع هو هذا المتناقش. يعني كتبان بانها مع انهم لم يكونوا يحسون بهذا اغناهم الله تبارك وتعالى. والله ما عندي الا قوت الصبيان. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميه نعسهم لأنهم حرحتين وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليل ففعلت. يعني اشتفت هذا الرجل هو مرته من اللي تحفر المهنة جاي الضيف بل ضيف من نوع خاص راه اسمه ونسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم قضيه ماشي عادي. وقال للزوج ضيف رسول الله ها هذا راه الضيف ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخيش ويتحف والله ما كاين الا هذا الشيء اللي مشت لوليدته. فقال عطاه الفكرة هذه الحل اللي غادي نديروا هذا ملي وليداتي يبغيو يضربوا من الجوع وياكلوا نوميهم. خصكم تخيلوا معايا هذا الامر كل شيء عنده الوليدات واللي ما عندوش راه غادي يكون عنده باذن الله. الناس اللي عندهم الوليدات راه شديد على نفسه يبيت ولا دولات شديد أنه يقصد ويتقصد إباده ولاده ولاده يخليهم جيعانين يجوعهم في هذا الوضوح. لكن وحنا كنعرف بأن مسؤولية الأولاد مسؤولية ولا لا؟ ها؟ الإطعام ديالهم والكسوة والتربية وكل شيء الأمر وأن تحفظ يعني عافيتهم وأمنهم كل هذا أنت مسؤول به بمعنى الله سيسألك وسيحاسبك. لكن ما شفتش على هذا الرجل جاءت عبودية الوقت اللي هي القضية يعني أصعب. والضيف الضيف هنا وقته ضيق الضيف وقته ضيق على واحد العبادة عندها وقت ضيق الضيف ضيف كما قال حبيب يجلس عندك يجلس يعني انت غادي تصبر واحد المدة يسيرة وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى سيفتح. قال نوميه وتعالي فأطفئ السراج ملي نبغي ملي نعسو ويجيب ديك البركة اللي كاينة. يعني الانسان تيكون داير طعام وليداتو تيكون معاهم اللي كان تيسعى والضيف هذا راه جيعان وبلغ منه الجهد مبلغه خصو ياكل مزيان خصو يشبع الضيف خصو يشبع
فهو التوجيه عند الاجتهاد باتوا طاويين هذا الليله بمعنى باتوا جيعانين، عندهم مشكل الصباح الله عز وجل غادي يرزقنا من فضله من جديد ويكون الضيف عندنا ونجحوا في الامتحان مع الله تبارك وتعالى. وطفي السراج باش ندير راسي بحال لا تناكل، جالس مع الضيف نهضر معاه وكذا وناكل، هو راهي كيعيد يمثل باش الضيف يشبع. الشاهد من هذا الحديث وهذه القصه، ثم غدا الرجل المراه تصنتها داكشي اللي قالها ذاته ففعلت، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل او ضحك من فلان وفلان. هذا الجوج ديال الرجل من الانصار وزوجه، وانزل الله عز وجل فيهما قرانا. قال الله تبارك وتعالى فانزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لهذا الحديث أيضا يبين لنا هذه الصفة، وهي صفة الضحك لله عز وجل، وهذه الصفة صفة فعلية من الله خبرية. الله عز وجل قلنا يضحك متى شاء، يعني هذه النصوص في الدنيا، في الآخرة هل يضحك الله عز وجل؟ شو الله يضحك؟ في الأخير الله يضحك؟ نعم الله يضحك. وهذا هو الحديث الأخير، الحديث الذي هو كان سبب اختيار هذه الصفة. هذه الصفة الإنسان اللي غادي عرفك يستبشر كما فعل الأعرابي. إيمان ديال الأعرابي أحسن من كثير من المعاصرين الآن الذين لم يسلكوا يعني طريق الصحابة في الصفات، صفات الله عز وجل وأسمائه. الأعرابي سأل يعني واش كيضحك الله سبحانه وتعالى يا رسول الله، هل يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال لن نعلم خيرا من ربنا يضحك، فاستبشر خيرا. هذا الحديث فيه شيء من الطول، لكن سنحاول الاختصار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس في تشبيه لله عز وجل، ما يفهمش الإنسان منه تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالقمر أو بالشمس، لا تشبيه. كده تشوفوا دابا القمر في ليلة البدر، كده تشوفوا الشمس في القتال ما فيها السحاب، كده تشوفهم دابا وبين غادي تشوف الله سبحانه وتعالى. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني هذا موقف صعب في الحقيقة. فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. الطواغيت يعني لها تعاريف كثيرة عند العلماء، والطاغوت
من الطواغيت كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض. من عبد واستعبد الناس برضاه وراضي فهو طاغوت، وهذا أمر خطير، أمر خطير أوقع فيه الشيطان الكثير من العباد من الناس، استدرج بهم حتى صيرهم طواغيت. وقد يصير الإنسان من الطواغيت إما بسبب المال، إما بسبب المال أو بسبب الجاه السلطان أو بسبب العلم، أو بسبب العلم، نسأل الله السلامة والعافية. كيف العلم؟ يعني سبب الهداية كيف يكون سببا، كيف يكون سببان ليصير صاحبه من الطواغيت؟ متى يكون هذا؟ احنا تكلمنا في الدرس ديال الكبر على انواع الكبر، التكبر بالعلم سببه طغيان العلم، وطغيان العلم اشد من طغيان المال. لان الانسان يطغى، اعطى الله سبحانه وتعالى المال قد يطغى، أعطاه الله العلم قد يطغى، قد يطغى، وطغيان العلم أشد من طغيان المال. يعني أحببت لفت انتباه الحاضرين الكرام ومن يبلغه الكلام على خطورة هذا الأمر، وهو يعني من اتباع خطوات الشيطان يستدرج الإنسان حتى يوقعه في ما لا تحمد عقباه. من عبد من دون الله وهو راض، كيف يعني هذه العبودية؟ واش غايقول للناس اركعوا واسجدوا؟ لا أبدا، فالعبودية أشمل من هذا، وحقيقتها غاية التعظيم والخوف المطلق والطاعة المطلق. فمن استعبد الناس وأراد منهم أن يعظموه، أن يعظموه بسبب ما عنده من العلم أو المال أو الجاه، فهذا على شفا هلكة، فليحذر، فليحذر، فهو ينازع الله سبحانه وتعالى في أصل عظيم من أصول العبادة وصفة لا تليق إلا بالله، وهي العظم، وهي العظم. ومن استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهذا الأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع عليه، لكن ينبغي التحذير منه حتى لا يقع الإنسان فيه، حتى لا يقع الإنسان فيه. فكم سمعنا عن أقوام أوتوا علما، أوتوا علما لكنهم طغوا وتجبروا ويغضبون إذا لم ينالوا من التعظيم من الناس ما يعجبهم، يغضبون. وهذه مسألة خطيرة يحذر منها العلماء العاملون الربانيون. ونسأل الله عز وجل الثبات. ومنهم من يتبع الطواغيت، يقول لك انت كتعظم من دون الله، في قلبك تعظيم لهم اكثر من تعظيمك لله.
تتخاف يشوفك هو، تتخاف من العالم أو الداعية أن يراك على خلاف سنة، ولا تخاف من العليم، من البصير، من السميع، من الذي لا يخفى عليه شيء، وأنت مقيم على كبيرة من الكبائر. لا يهمك ولا تخاف، ولكن لا تريد، ما بغيتيش يعرف عليك الشيخ أو العالم أنك قمت بكذا أو كذا، أو لم تقم بكذا أو كذا، وتجتهد في إرضائه، ولا يهمك أن يعرف الله سبحانه وتعالى أنت أمورا من المخازين. هذه مصيبة. إذا كان هذا المتبوع راض، يعني باش ما يقول لنا شي واحد عيسى عليه السلام وموسى وغيرهم عبدوا من الله ليس برضاهم كما هو معلوم، هذا الكلام يعني حققه العلماء كابن القيم رحمة الله عليه. إذا كان راض ويعجبه ذلك فسيلقى في جهنم، وسيتبعه من عظمه من دون الله. ما نتكلموش احنا على الاحترام والتقدير، لا، نتكلم على التعظيم الذي يكون لهؤلاء المخلوقين كتعظيم الإله سبحانه وتعالى أو أكثر كما قلنا المثال. فلنكن على حذر. فالعالم الرباني الذي يخاف من أن يكون طاغوتا يصرف الناس عنه ولا يربطهم به. سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى علق الناس به؟ بل كان يحذر من هذا، بل كان يربطهم مباشرة بالآخرة ويحذر حتى لا يفتنوا به. ومن الناس من فتن به صلى الله عليه وسلم بعد موته، لذلك كان حريصا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر حتى لا تزل فيه الأقدام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تعرفوا إلى خالقكم، إنه لن ينجيكم إلا هو سبحانه وتعالى. لا أملك لكم ولا أغني عنكم من الله شيئا. أيها الناس، ألا لست بشيء، وليس مني شيء، وليس في شيء، إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي فقط، هذا هو الفرق، أنني يوحى إلي، وهذا تكليف وأمانة عظيمة لا تتعلقوا به، لا تتعلقوا به. هكذا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كانت فيه يعني من الخصال التي تفتن، تفتن غيره، يتعلق به، يتربط به. فعلى العلماء أن ينهجوا هذا المنهج وأن يسلكوه وأن يفروا من تعلق الناس به، وأن لا يفرحوا بذلك، وأن يعلموا أن سبب ذلك هو الجهل. والصحابة ما كانوا يفرحون بذلك، ما كانوا يفرحون بذلك. عبد الله بن مسعود كان من علماء الصحابة، لا يحب من يمشي خلفه، ما تبعنيش في شي صورايا. أما نحن نفرح منا من يستوحش أن يمشي وحده، يمشي وحده، لا قصدي يكون معه دائما يعني من، نحن نتكلم حتى لا تلتبس الأمور على يعني الرفقة الطيبة، أو نتكلم عن مصائب وأمراض للقلوب و يعني مطام طوام تقع فيها الأنفس بسبب حب
يعني أو ظهور أو حب الرئاسة أو حب التملك والسيطرة والغلبة، يعني هذا أمر خطير. النفس تهوى هذا، تهوى. فاحذروا من تزيين الشيطان بهذا، وارجعوا إلى ما كان عليه سلفكم. ألا يسعنا ما وسع الصحابة؟ كيف كانت حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يقبلون يده ويعظمونه؟ يعني هذا التعظيم الذي نراه الآن، يعني ينبغي أن نحذر منه، لأنه قد يفتح لنا بابا لمداخل الشيطان. فقلت إن كان راض بذلك فسيلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ويتبعه من عبده من دون الله. عبودية كيف؟ إن الطاعة المطلقة والخوف، الخوف اللي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. تخاف أن يعلم يعني عنك يعني السوء أو الخطأ أو كذا، لا، ما يضرك هذا، ما يضرك. نعم أنا مخطئ وأنا كذا وأنا كذا وأنا عندي هذه الأمور كلها. ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى نرى، حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز، من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، لا يتكلم أحد إلا الرسل. وماذا يقولون؟ قاعد ندي تكلم الرسل تحد، ندي تكلم يوم القيامة، قاعد ندي في الأذراع وإحنا دابا نتكلم الآن، ماذا نملك في هذا اليوم؟ لا يتكلم أحد إلا الرسل، والرسل ماذا يقولون؟ كلمة واحدة، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم، اللهم سلم. وفي جهنم كلاليم، جهنم التي نصب عليها الصراط، ونؤمن بالصراط كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. أما الأحاديث الضعيفة وهي كثيرة فلا ينبغي أن نرجع إليها. وفي جهنم كلاليم مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني هي بحاله في الشكل، شوك السعدان طويل ومنحني قليلا، لكن قداش الحجم ديال هاد الكلاليم التي تخطف الناس؟ الله وحده هو الذي يعلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نقولها من هذه الكلمة التي قالها الرسول، كما قال أخونا الكريم اللهم سلم سلم. نعم تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم، أما تتخطفش أي واحد. المؤمن في هذا الفزع الكبير الله سبحانه وتعالى سيؤمنه وسيطمئنه وسينزل على قلبه السكينة وسينول طريقه، لأن كاين الظلام، ما كاينش الظلام. إذا بان لك شي نور كتشوف فيه الكلالي وتشوف جهنم وتسمع الشهيق ديالها والزفير. نسأل الله السلامة والعافية. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، يعني يسقط. تخطف هذه الكلالي،
فيكردس في جهنم. واللي يخطفوا الكل في مشان فينا يتاح مشان جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. كاين شي حاجة يشد فيها ولا تنقدونا. ومنهم من يخردل ثم ينجو يطيح بعمله اللي يبغى النجاة يقد لها من دابا، اللي يبغى يضمن السير الثابت على الصراط نتعاونوا عليه من دابا. كل واحد اللي خاف لي يتزعزع فوق الصراط ويطيح، حنا معنا كنتكلموا وما كنتخيلوش بهذا الهول، ان حنا تنقراو فقط شي حاجة دازت ولا. والله هذا الأمر سنراه وسنعيشه هذه الأهوال وهذه الأحداث، كما أن غدا السبت. هل غدا السبت أنتم عندكم يقين لذلك؟ كونوا على يقين بهذا أننا جميعا سنلقى هذا المصير. والله سبحانه وتعالى فقط هو الذي بيده أن ينجيك. والله لن ينجيك إلا الله. والله لن ينجيك كذبك. لن ينجينا مع الله إلا الصدق. فلنحرص على أن نكون صادقين. كما في الأقوال نكون صادقين في الأفعال. ولعلنا نقف عند هذا القدر لنكمل ما تبقى من هذا الحديث في فرصة أخرى، لأن فيه شيء من الطول، ونحن بحاجة إلى أن نتدارس جميعا هذه الفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خير الجزاء، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.